مساء الخير، تحياتي. إذا مداخلة بعنوان فلسفة جوديت باتلر وين علاقية الذات والطموح السياسي. مقدمة، إننا نعيش اليوم حسب جوديت باتلر في ولاء تاريخي يتسم بتفاوتات اقتصادية لا تطاق. هذه الفوارق المتزايدة هي نتيجة لهيمنة النيوليبرالية الاقتصادية التي أدت خاصة بعد ركود عام 2008 إلى تركيز مستمر للثروة في أيدي نخبة صغيرة. ومع ذلك فإن تفكك النموذج الماركسي الذي سيطر على الفكر اليساري خلال القرن العشرين وخاصة تفكيك فلسفة التاريخ التي كانت أساسه يجعل من الصعب التفكير في شكل من أشكال المقاومة. في رأيي يعني جوديت باتلر، شرط إمكانية الثورة ضد الحكومة النيوليبرالية هو نقد الافتراضات النظرية للمعطيات التي تشكل أساسها. تهدف يعني ربما بحوث جوديت باتلر إلى انتقاد المفهوم الليبرالي للفرد بشكل خاص ومعارضة الأنطولوجيا الاجتماعية الجوهرية التي اعتمدتها النظرية الليبرالية. الأنطولوجيا الاجتماعية العلائقية التي في المقابل تقترحها جوديت باتلر هي على وجه الخصوص سيتم الإشارة إلى الحياة غير مستقرة وأحدث الأعمال التجميعية. ستبين جوديت باتلر كيف تبرز في فكرة طريقة جديدة للتعامل مع مسألة الذات والتذويت، والتي كشكل علائقي وجسدي تنفصل عن أي إشارة إلى أشكال الفردانية الذرية المشتقة من التقليد الفلسفي الليبرالي. كما ستتحدث هذه المسافة أيضا الأنطولوجيا الاجتماعية، ثم ستتناول الأنطولوجيا الاجتماعية العلائقية التي تقترح من خلال إظهار الارتباط النظري الذي تحافظ عليه مع مفهومها للذات كجسم تاريخي اجتماعي. وأخيرا بناء على الأفكار التي ربما تحاول بلورتها أو تطورها في المجتمع، تطرح التساؤل أو تعالج التساؤل كيف يمكن هذا المنظور على العلاقة الذاتية أن يشكل الشرط الضروري للمقاومة محتملة. ربما في النهاية تأمل جوديت باتلر أن يكون قد نجحت في إثبات أن اعتبار الذات كمجموعة حية من العلاقات هو الشرط الضروري للمطالبة بطرق حياة أكثر ثراء وصالح للعيش في وسط المجتمع وخاصة المجتمع العالمي، لأنه تفكر بطريقة كونية وكوسموبوليتية. إذن العنصر الأول من الفرد المعزول إلى الذات العلائقية تستند العقلانية النيوليبرالية التي تهيمن على العالم المعاصر على بعض افتراضات النظرية التي يمكن أن تتعرض للنقد بشكل عام. يمكن أن نلاحظ في الليبرالية أنثروبولوجيا غير مدروسة في طريقة بناء الذات البشرية. في الواقع تعتبر الليبرالية الفلسفية الفرد في قلب المجتمع وتدعوه إلى التحرر من الوصايا المختلفة، وصايا الأديان والسلطات الملكية والإقطاعية. بعد ذلك سيتم رفض هذه الفردية الفلسفية اجتماعيا وسياسيا بطرق مختلفة. إن المقصود اليوم هو بالأحرى الليبرالية الجديدة، أي طريقة الاعتبار أنه لا توجد مشكلة بشرية أو نفسية أو اجتماعية يمكن استثنائها من النماذج الاقتصادية حتى يتم فهمها. النيوليبرالية لها جذور فلسفية وتشكل طريقة محددة للغاية للنظر في الذات، أي ربما الإنسان أو رجل أعمال فردي لنفسه. يعني لذلك يمكن للمرء أن يفترض أن نقد فكرة الفرد واقتراح طريقة جديدة للتفكير في الذات يمكن أن يؤدي إلى نقد أكثر عمومية للحكومة التي تعتمد على الفرد كممارسة. وبالتالي صحيح ومناسبة ثورة نظام سياسي في المفهوم الليبرالي، الفرد هو وحدة مستمرة بمرور الوقت يمتلك هوية شخصية صاحب مصالح يسعى لتأكيدها. الفرد موجود دائما متطابق مع نفسه في الوقت المناسب، حر عالميا وبإرادة حزم. وشكل الفرد كموضوع حر وعالمي ومتطابق مع ذات الفردية المعطاة للمفهوم الليبرالي الذي يعارض السلطة والحرية. في الواقع تفهم السلطة على أنها قوة سلبية بحتة، قوة لا تعمل إلا من خلال الإكراه، يمكن ممارستها مباشرة على الفرد لتكييف أفعاله وقراراته. عندما لا ينشأ مثل هذا القيد يكون الفرد حرا اجتماعيا. وفقا لهذا الرأي فإن الفرد وحريته هما ما يجب أن نحاول دائما الحفاظ عليه من تدخل الدولة وهيمنتها. الفرد هو الحقيقة الوحيدة التي يمكن ملاحظتها والتي يمكن أن نشير إليه عندما نلاحظ المجتمع، وهو نوع من النواة الأولية للذرة البدئية.
والتي تتعارض حريتها الأساسية دائما مع السلطة المطلقة والتعسفية للدولة. وهكذا يتم تفكيك من مفهوم المجتمع من قبل المناظرين الليبراليين الذين يتصورون الفرد على أنه النقطة مرجعية الوحيدة الممكن، وهذا يعني وجود أنطولوجيا اجتماعية كبيرة والتي بموجبها تكون المكونات النهائية للمجتمع هي الأفراد الذين يفهمون على أنهم مواد، جواهر، ذوات، وبالتالي فإن الفرد هو ذرة بدئية في المجتمع معزولة عن الأخرى وعن الآخرين وغير تاريخية ومفصلة عن أي اعتبار اجتماعي. تفترض الفردية الليبرالية أن الفرد هو الواقع المطلق ولا تتحدى أبدا هذا الافتراض المسبق. ومع ذلك من الممكن القيام بذلك، يمكن نقد الفردانية وتحدي الفرد. قد أثبت جوديت باتلر بوضوح أن الذات اللي بدل من أن تكون هوية معزولة هي منذ البداية مكرسة للآخر على وجه الخصوص بدءا من الحياة النفسية للسلطة. ركزت على تجربة الحداد، لا يمكن اعتبار الحزن مسألة شخصية بسيطة أو محنة مؤقتة. على العكس من ذلك بالنسبة لباتلر فإن الحداد يفضح الطابع الاجتماعي للتأسيس الذاتي، إنه يسلط الضوء على الروابط التي تربطنا بالآخرين وتجعلهم يظهرون كمكونات للذي نكونه نحن. عندما أفقد شخص ما أفقد عنصر مكون من كوني، تعبير الأدق الخسارة والضعف يأتيان من حقيقة أننا أجسام مشكلة اجتماعية مرتبطة بالآخرين مهددة بفقدان هذه الارتباطات ومعرضة للآخرين ومهددة بالعنف بسبب هذا الانكشاف. انكشاف الجسد يشكل الذات ككائن علائقي وفي نفس الوقت يشهد على عدم استقرار. في النهاية تتحدث باتلر عن تجربتنا في الخسارة لتحديد تحديث العلاقة التي تشكل الجسد الحي من خلال إمكانية نزع الملكية. في الواقع العلاقات تصنعنا وتحتمنا طوال الوقت، دعونا نواجه الأمر لقد تراجعنا عن بعضنا البعض. لذلك من الواضح أنه لا يمكن التفكير في الضعف دون الرجوع إلى العلائقية. الضعف ليس خاصية جوهرية للذات على هذا النحو، لكنه نتيجة لخاصية غير متكافئة وربما معادية لمجموعة من العلاقات الجسدية التي تشكلها بسبب الاجتماعيين الأساسية للحياة المجسدة. فإن الذات ليست مادة مشكلة شاملة قائمة بذاتها، فرد كما رأته الليبرالية كجسد يكون دائما منتشيا من تلقاء نفسه مكرسا للآخر. الطابع البنيوي للنشوة للذات وهو تأكيد تأثير لشركية الجسد يعني حتما تفكيك الفردية الذرية للليبرالية. العنصر الثاني تتحدث جوديت باتلر عن أنطولوجيا الاجتماعية العلائقية. على ذلك فإن الاعتراف بالعلائقية التأسيسية للجسد سمح لجوديت باتلر بالانحياز صراحة إلى جانب من أجل أنطولوجيا اجتماعية علائقية من خلال افتراض موقف وجودي دقيق للغاية وفقا لها يتم تسليمنا على الفور للآخرين. إنها منذ البداية قبل فترة طويلة من التفرد نفسه بحكم متطلبات الجسد يتم تسليمنا إلى مجموعة من الكائنات الأصلية الأخرى. إنها لا تنكر الفردية ولكنها ترى أنها صنعت هيكليا وغير مكتملة من خلال شبكة من العلاقات الحسية. ومع ذلك يجب أن نتبنى احتياطين أساسيين. يجب أن لا نفهم العلاقة على أنها وضع في التواصل بين شخصين أو ذات وموضوع موجودين مسبقا داخلية وخارجية. لا وجود لها قبل العلاقة لهذه الداخلية والخارجية. على عكس من ذلك فإن العلاقة نفسها هي أولية من وجهة نظر أنطولوجية والتي تسمح بالتمييز بين الداخل والخارج. وكذا تعمل جوديت باتلر على التغلب على الأنطولوجيا الاجتماعية الجوهرية التي تتبناها النظرية الليبرالية والتي بموجبها تكون المكونات الغائية للمجتمع هي أفراد يفهمون على أنهم مواد لصالح أنطولوجيا اجتماعية علاقية التي تكون فيها ما هو اجتماع أولا في الواقع هي العلاقات التي تنتج كونها من المصطلحات التي تتعلق بها. بالنسبة لها الذوات ليست كيانات مفصلة ولكن مجموعات حية من العلاقات وتأثيرات شبكة من العلاقات التي يتم من خلالها تكوين الذات والموضوع في الداخل والخارج. على وجه ذلك يجب التأكيد على أنه لا يفهم الجسم الحي على أنه مادة متطابقة دائما مع نفسه ومفصلة عن كل الاعتبارات التاريخية والاجتماعية والتي من شأنها ببساطة أن تأخذ المكان الذي ينسبه التقليد الفلسفي دائما إلى الروح. أولا لا يمكن اعتبار الجسد دون الرجوع إلى الوضع التاريخي الذي يعيش فيه. الجسد لا يوجد أبدا في نمط وجودي يكون مختلف عن وضعه التاريخي. ثانيا لا يمكن فصل الجسد عن الظروف الاجتماعية المعيشة والعمل. في الواقع يقدم الجسد دائما بعدا علائقيا واجتماعيا لا يمكن تجاهله. ينفتح الجسد دائما على جسد آخر، شخص آخر، لعدة أشخاص آخرين وهو ليس كيانا مغلقا. لهذا السبب للجسد يعني دائما بعد عام. لذلك عندما تتحدث باتلر عن أنطولوجيا الجسد فإنها لا ترقى إلى وصف البنى الأساسية
للتمييز عن كل التنظيم الاجتماعي والسياسي. على عكس من ذلك، ليس لأي من هذه المصطلحات أي وجود بصرف النظر عن الطريقة التي يتم بها تنظيمها وتفسيرها سياسيا. في الواقع، بما أن الجسد يتعرض دائما للتشكيل والشكل الاجتماعي، يجب أن ينظر إلى أنتولوجيا الجسد على أنتولوجيا اجتماعية. أن إضفاء الطابع التاريخي على الجسد وإضفاء الطابع الاجتماعي عليه يحظر في النهاية أي إمكانية لوجود أنتولوجيا جوهرانية. لم تعد الذات فردا متطابقا دائما مع نفسه، مادة غير تاريخية معزولة، ذرة المجتمع البدئي، سبب العلاقة. على عكس من ذلك، فذات شكل تاريخي علائقي بنيويا اجتماعيا، وبالتالي غير مستقر تحت تأثير مصفوف من العلاقات المادية. لذلك إذا كان الجسد ذات تاريخيا واجتماعيا، فمن الضروري رفض الأنتولوجيا الاجتماعية الجوهرانية. وبدلا من ذلك، تطوير بحث هدفه العثور على الظروف التاريخية والعلاقات الاجتماعية التي من خلالها أو بفضلها تأخذ هذه الهيئة، تتشكل وتتحول باستمرار. بالنسبة للجسد، تتضمن عملية التحول المستمر هذه تفكيك هوية الفرد. في العنصر الموالي، تحدث عن النضال السياسي كوسيلة لتشكيل الذات. شكرا. قد أشرنا بالفعل أن الذات كجسم ضعيف، هذا الضعف هو أحد جوانب الطريقة الاجتماعية التي تستمر من خلال الأجساد. ومع ذلك، فنحن لسنا جميعا غير مستقرين بالطريقة نفسها. فالخطر موزع بشكل مختلف في عالمنا، ولا تعتبر جميع الأرواح ذات قيمة متساوية. ومع ذلك، العكس الليبرالية الجديدة التي تشن حرب على فكرة الاعتماد المتبادل من خلال أخلاقيات ريادة الأعمال، التي تحث حتى على الأكثر هشاشة على تحمل المسؤولية الكاملة عن حياة دون الاعتماد على أي شيء أو أي شخص. تقترح جوديت باتلر كفاح ليس ضد عدم الاستقرار نفسه، ولكن ضد توزيع التفاضل والاضطراب، بحيث يتم التعامل مع جميع الأرواح على قدم المساواة، تكون قابلة للعيش على قدم المساواة في ترابطها. يسند هذا الادعاء السياسي إلى الروابط بين الناس أكثر من كونه قائما على مفهوم فردي. إن النقيض عدم الاستقرار ليس الأمن، إنه نظام من أجل نظام اجتماعي وسياسي متكافئ يكون فيه الاعتماد المتبادل قابل للعيش الممكن. لن يكون هذا الصراع حول الهوية أيضا، ببساطة لأن هوية الفرد هي أسطورة يجب أن يتم تشكيلها كمطالبة بحقوق التعددية. هذه التعددية ليست مقيدة مسبقا بالهوية، إنها ليست مسألة صراع يمكن أن تتجمع فيه هوية معينة فقط، بل صراع يطمح بدلا من ذلك إلى توسيع ما نعنيه عندما نقول نحن. لذلك لا يمكن أن يتطور هذا الكفاح من الجسد فقط. في الواقع، فإن الذات مترابطة هيكليا واجتماعيا بسبب علاقة جسديها، يعني علاقة جسدية المتعددة. ومع ذلك، إذا كان الجسد من ناحية هو أساس ونهاية أي تعب ذات طبيعة سياسية، من ناحية أخرى تصر جوديت باتلر على حقيقة أن النضال السياسي لا يمكن أن يقوم على فكرة مجردة عن جسد الإنسان واحتياجاته الأساسية. في الواقع، فإن الإشارة إلى الجسد كأساس أو كتدبير يعني الاعتماد على جسد واحد حتى كجسد مثالي أو نموذجي، وهو ما يتعارض مع فكرة أن الجسد يجب أن يصمم من حيث العلاقات وشبكات الدعم. وفقا له، فإن فكرة موضوع الحقوق الجسدية والفردية لا تسمح لنا بفهم الضعف والاعتماد التأسيسي الذي ينطوي عليه الجسد نفسه. إن الضعف حد ذاته ليس سمة من سمات الجسد المنفصل والمتميز، بل هو هيكل للذات يثير التساؤل بشكل دائم عن الطابع المتميز والمنفصل والاكتفاء الذاتي لجسم بشري متخيل في شكل فريد. إن فكرة أن الجسد هو جزئين وهذا افتراض وجودي، اعتماد على أجساد أخرى وشبكة دعم، ثم يمكن القول أنه ليس من الصحيح تماما الاعتقاد بأن الأجساد الفردية تختلف تماما عن بعضها البعض. إذا ظلنا غير قادرين يعني على تصور المعنى السياسي لجسد الإنسان دون فهم العلاقات التي يعيش فيها ويزدهر، فليمكن أيضا الدفاع بشكل فعال عن الأهداف السياسية التي نسعى إلى تحقيقها. وليمكن اعتبار الجسد كمسند ثابت، فهو لا ينفصل أبدا عن الظروف والتقنيات التي تجعله ممكنا. من وجهة نظر هذه، فإن الجسد ليس كيانا أكثر من كونه مجموعة من العلاقات الحية. لا يمكن فصلها تماما عن ظروف البنية التحتية والبيئة المعيشة والعمل. بما هذا المعنى ليك في القول بأن الحياة لكونها محفوفة بالمخاطر يجب الحفاظ عليها، ما هو على المحك هو الظروف التي تجعل الحياة قابلة للعيش وليس مجرد البقاء على قيد الحياة. لا يمكننا تحرير أنفسنا من حالة الضعف والاعتماد المتبادل، هذه يجب أن ندركها. على أساس هذا الإدراك لوجودنا العلائق، وبالتالي وجودنا غير المستقر، فإن الأمر يتعلق بعد ذلك بالقتال معا من أجل ظهور أنماط علائقية أكثر ملائمة للعيش. أخيرا، تستند المقاومة التي تقترحها جوديت باتلر إلى اهتمام نقد ظروف البقاء والمثابرة والوفاء الجسدي للذوات، لأن الذات يعني بالنسبة لها
ليست فردا منعزلا أو هوية، بل تحت تأثير تعدد العلاقات. إنها هيئة علاقية واجتماعية تتشكل وتدعم فيما يتعلق بالدعم المؤسساتي أو غيابه. هشيشة الذات لا تنفصل عن البعد السياسي الذي ربما يتعامل مع تنظيم وحماية الحاجات الجسدية. للحفاظ على حياة الأخرى يجب على المرء أن يلتزم بإصراره الجسدي، لذا فإن الأمر يتعلق بالنضال من أجل تكوين الظروف البيئية التي تعارض التخصيص التفاضلي للضعف، والتي تسمح للمخلوقات الاجتماعية والمتجسدة التي نحن مترابطون دائما بتطوير أساليب الحياة صالحة للعيش. عندما تسأل باتلر هذا السؤال، تطرح هذا السؤال، هل يمكن أن أعيش حياة جيدة في حياة سيئة، في بيئة سيئة، في ظروف سيئة؟ يعني فهذا يوضح لنا أنه لم يعد بإمكاننا التفكير فيما يمكن أن تكون على الحياة الجيدة حصريا من حيث الحياة الجيدة للفرد. عندما نتحدث عن الحياة الاجتماعية فإننا نتحدث عن الكيفية التي يمر بها المجتمع عبر الأفراد، أو حتى يحدد الشكل الاجتماعي الفرداني. لم يعد بإمكاننا تجريد الأخلاق من السياسة. مقاومة الحياة السيئة هي شرط الوحيد لعيش حياة كريمة. يجب أن تتكشف في شكل مادي وجماعي، ويجب أن تجعل حالتنا كائناتنا المترابطة والمحفوفة بمخاطر قابلة للعيش. تقول يعني جوديت باتلر: لقد حاولت أن أقترح أن عدم الاستقرار هو الحالة التي يكافح ضدها عدد معين من الحركات الاجتماعية الجديدة، ولا تسعى هذه الحركات إلى التغلب على الترابط أو الضعف عندما تكافح الهشاشة، فهي تسعى إلى خلق الظروف التي يمكن أن يعيش فيها هذا الضعف وهذا الترابط من خلال الجسد الإنساني. إذا هذه محاضرتنا حول فلسفة جوديت باتلر بين علاقة الذات والطموح السياسي. أتمنى أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. شكرا جزيلا لحسن انتباهكم وإصغائكم ومتابعتكم. إلى اللقاء في مداخلة فلسفية قادمة حول مواضيع مختلفة. إلى اللقاء.